جدا واخد استاذ اشرف عشان بقاله شويه مستني. استاذ اشرف من المنوفيه، الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. انا بقول يا دكتور، انا عندي حساسيه ما بتجيليش غير في الشتاء، وبتكتر عليا في الشتاء قوي. تمام، وبقيه السنه حضرتك تمام كويس؟ لا، في الصيف تمام، اول لما الشتاء بيجي بتتقل عليا اول حساسيه، وبيجي لي نزلات برد، يعني اخلص ما فيش يوم والتاني ولا قررت عندي تاني اخد علاج ومضادات حيويه واخلص منها برضو تاني تجيلي تاني. طيب، وحضرتك بتاخد برضو علاج للحساسية، برضو بخاخات وحاجات مضادة لا، للتهاب؟ بخاخات وحاجات دي اصلا، يعني ما يعني ما الحساسيه اللي عندي خفيفه مش جامده، او لانها في الصيف عندي بتبقى كويسه. طيب تمام، حاضر، بشكرك يا استاذة اشرف. دكتور، ما هي دي المشكلة، ان هو ما عالجش الحساسية، ما شالش الخلايا الالتهابية، ما رجعش القطر بتاع الشعب الهوائية كما كان، فبيبتدي يعاني في الصيف كمان، يجي بقى الشتاء يزيد تاني وهكذا. فدي مشكلة، ان هو مش عايز، رافض البخاخين مع ان هي دي علاجه. اهو يعني اهو نموذج حي دي مش للي فاكر كنا يوم. بنتكلم فيه يا دكتور. الناس بتخاف منها مع انه هي فعلا يمكن تكون العلاج الامثل لحالات حساسية الصدر. ده كمان في الاطفال الام بتخاف، لا بخاخة كده اللي هو صغير، بالعكس ده امن حاجة وافضل حاجة، لان هي بتروح فقط للمكان اللي احنا محتاجينه. والبخاخات الناس متعارف عليها، اللي هي بالرش دي، فدي بيخافوا منها قوي، قوي. والدراما بقى والحاجات دي بتوري الكلام ده ان هو حاجة وحشة. ولو البخاخة نسيها في مكان يبتدي مشكلة كبيرة يحصل وبتاع. له أزمة كبيرة وكده. لا بس خالص، الكلام ده يا دكتور فيه جزء من الصحة ولا هو مش حقيقي؟ ده شغل أفلام زي ما بيقولوا، دي دراما. لا، هو البخاخات انواع، في نوع بيحتوي على مادة الكورتيزون اللي هو مضاد للالتهاب، ودي بتبقى بخاخات علاجية، وفي بخاخات بننصح المريض ان هو ياخدها عند اللزوم. المفروض لو المريض ماشي على البخاخات العلاجية فترة كافية وبياخدها بالجرعات المظبوطة، ما يحتاجش للبخاخة اللي عند اللزوم دي الا في النادر، يعني مش اكتر مرتين في الاسبوع كله بس. وارد ركب مواصلة، شرب دخان، تعرض لاي حاجة، وارد. في ناس بتستسهل، بيبقى خلاص مرضى اذكياء، بيبقوا عارفين ان البخاخه دي اللي بتوسع عن صدرهم فبيستعملوها وخلاص، بيستغنوا بقى عن البخاخه اللي فيها كورتيزون. هل بقى مش مقتنعين؟ غاليه شويه، فبتلاقي نفسه بيستهلك اكتر من بخاخه موسعه للشعب الهوائيه في الاسبوع. انا يعني انا في مريضه جت عندي بتقولي انا خلصت بخاخه وانا قاعده مستنيه بره، لان هي الحقيقة البخاخات الموسعات دي اللي هي عند اللزوم بتستخدم فقط فترات قليلة في الأسبوع، ما تزيدش عن مرتين في الأسبوع، زائد إن هي لما بتستخدم كتير بتفقد فاعليتها، المستقبلات بتاعة الدواء اللي موجودة عندنا بيحصل لها زي مناعة تعود، مثلا معينة، تعود على المادة دي، فبالتالي فما عادتش بتستجيب، فبتضطر هي تعلي الجرعة، كارثة. فبتلاقي نفسها بتاخد كتير. بينما لو اخذ بقى بخاخه المعالجه اللي فيها الكورتيزون بتخلي المستقبلات دي اكثر تفاعل مع الدواء، زائد ان هي بتسيطر على الالتهاب اللي موجود، فبتدي اعراض اقل كتير، فبيلاقي نفسه ما بيستخدمش اللي عند اللزوم دي الا في النادر جدا لو اضطر يتعرض لمثيرات للحساسيه. فالحقيقه احنا بننصحه ان هو يعني ما ياخدش فكره وحشه عن الاستنشاقات، بلاش بخاخه، كلمه بخاخه وحشه، هنخلينا في الاستنشاقات في انواع واشكال، لان المريض دايما بيبقى الحاله النفسيه بتاعته وتقبله للعلاج له جزء حقيقي كبير جدا في العلاج. حقيقي. يعني في مريض بيبقى جاي مثلا قلقان مني كده يقول لي اصل انا ما خدتش البخاخه، اصل دي ما ريحتنيش. اوكي، لو دي ما ريحتكش بنحترم جدا رغبته ونغير له شكل اخر بيستريح له اكتر ويقتنع بيه اكتر، وبيبقى فيه نفس المواد الفعاله، في شركات كتير وأدوية كتير وأنواع كتير، فدي ليه عاملينها؟ علشان يتناسب كل شخص. المريض هي الحساس الراحة النفسية يا دكتور فعلا حقيقي عنصر مؤثر جدا في العلاج. ولما بياخدها ويحس بتحسن فعلا وان اعراض افضل، بيقدر يروح شغله ومش كل يوم يبلغ غياب، لا اعملوا لي اجهزه، لو طفل بتلاقيه بيروح المدرسه يوميا، مش معظم الوقت عيان في البيت، اما بيلاقي تاثيرها الحقيقه بيقتنع بيها وبيقبل عليها جدا، واستخدامها بقى عند اللزوم دي بتبقى شكل يعني المفروض الناس اعتادت خلاص. وبيبقى الناس اللي حواليه كمان في مكان عمله عارفين ان فلان عنده حساسية، ممنوع التدخين هنا،
ممنوع كذا. صاحب العمل لو في يوم في صيانه للاجهزه او للماكينات ممكن يديله اجازه، لان لو اتعرض للريحه او للاتربه دي هيديله حساسيه شديده. فالحقيقه هو تفهم بس الانسان لطبيعه المرض الحساسيه نفسه ويعالجه ازاي ويكونترول ويعمل تسيطره عليه ازاي، هتلاقي الموضوع سهل جدا جدا جدا. العائله من 2 ل 3. باي باي.